السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من حوار اليوم. بداية أنا وكل زملائي في قنوات النهار بنقدم تحية لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة الشهر الفضيل. أعاد الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ضيفي في حوار اليوم النهاردة هو أحد علماء الأزهر الشريف، العلامة، أيضا صاحب الخبرة الكبيرة في مجال الوعاظ وأيضا مجال المؤتمرات الدينية الخاصة بالخطاب الديني، وأيضا له باع طويل كبير جدا في المجمع البحوث العلمية. ضيفي النهاردة نرحب به هو فضيلة الشيخ محمد زكي رزق بداري، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. فضيلة الشيخ السلام عليكم. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حوارنا النهاردة في حوار اليوم يا فندم، طبعا بمناسبة الشهر الفضيل هنتكلم عن رمضان، هنتكلم عن فضيلة هذا الشهر الكريم وفضائله وإزاي نستقبله. مش هنغيب أيضا عن الخطاب الديني اللي مصر محتاجاه دلوقتي من ناحية تصحيح المسار، إلى خلافه من الظواهر السلبية اللي مرت علينا، كمان المؤتمرات اللي حضرتك قضها في مؤتمرات الوعاظ في الفكر تقريبا كان في القاهرة وبورسعيد والغربية. لكن خلينا الأول نبدأ برمضان، كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، هذه الأمة وكاشف الغمة والسراج المنير. نسألك اللهم ربنا في هذه الأيام المباركة أن تعيدها على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية والإسلامية، بل وعلى الإنسانية كلها، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقرار والتنمية والسعة والرخاء، وأن تجعلنا يا ربنا كما أردتنا خير أمة أخرجت للناس، وأن يجعل قناتكم هذه منبر دعوة إلى الخير والفضيلة، إن شاء الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لتلحقوا بركب الكمل من عباد الله الصالحين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بداية، طوبى لكل عبد منحه الله الصحة والعافية ووهبه طول العمر حتى أدرك هذه الأيام المباركة. فمن أدرك هذه الأيام المباركة فقد أدرك الخير كله. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الأيام التي اختارها الله لتكون ظرفا كريما وزمنا سعيدا ذا قدر وذا بركة لتنزيل آيات الله البينات فيه. فنزل النور في هذه الأيام المباركة وشع ضياؤه، صحيح، فملأ الزمان وملأ المكان وأشرقت الأرض بنور ربها. من هنا كانت بداية النعمة على الأمة الإسلامية بالذات، بدايتها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لكل البشرية، وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الكريم طوبى لمن أدركه، وحق له أن يفرح بفضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لابد وأن يؤصل إعلامنا وثقافتنا المصرية والأزهرية هذا التأصيل الكريم في نفوس الناس، ليحسنوا استقبال أيام الله المباركة
التي منحهم الله فيها الفضل العظيم. صحيح. فهذا شهر رمضان بدت فيه النعمة، بداية النعمة فيه، وأتمها الله في التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأت النعمة في رمضان وأتمها الله وأكملها وجملها في يوم عرفة. ولذلك وجب علينا في يوم عرفة أن نصوم يوم عرفة. صحيح. شكرا لله عز وجل على تتمة النعمة ونصوم في رمضان شكرا لله على نعمة نزول القرآن. صحيح. ولذلك تجد ربطا ارتباطا يعني متفردا وانسجاما يعني غاية في الدقة بين نزول القرآن وبين الصيام وبين الشكر على هذه على هاتين النعمتين ليستديم العطاء ولنقترب من فضل السماء. صحيح. ولتكبروا الله على ما هداكم فرحا وسرورا أن شرح الله صدوركم للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا النور بدايته في رمضان، بدأ الخير فيه في رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا وصلتم إلى هذا المستوى فكرا ومعتقدا وترجمة صادقة بالصيام الذي يعني تجسيد عطاء الإسلام في الإنسان الصائم القائم الذي يباهي الله به الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له. بجانب الصيام يا فاضل، فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فليس بينه وبين الله حجب. ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردتم عبادي أن تكونوا منصورين دائما، مرزوقين دائما، ممكنين دائما ونمكن لهم في الأرض، إذا أردتم نصرا، إذا أردتم سعة، إذا أردتم استدامة فضل وخير وعطاء وزيادة إحسان من الله فاستديموا على ما أنتم عليه. طيب بجانب الصيام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحب الأعمال في هذا الشهر بجانب الصيام. أولا يا سيدي سألتني يعني سيادتكم الله يبارك فيك كيف نستقبل هذا الشهر. شهر رجب له مهمة وشهر شعبان له مهمة. هذان الشهران بما فيهما من فضل الله يؤهلان الإنسان لأن يكون أهلا تأهيلا ليكون فيه أهلا لعطاء الله ونفحاته وبركاته في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا بد من إخلاص التوبة لله عز وجل والإقلاع عن الذنوب وتفريغ القلب من الأوزار والأكدار والسوى وصفي زماني فيك من هموم وشاغل وخلص جميعي واصطفيني لخدمتي. وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي يصوم عن الحلال ويصوم عن الحرام ويصوم عن الأغيار. الله قل وذر الوجود وما حوى إن أردت بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. ولذلك يضيف الله يعني حسنة وثواب هذا الصوم العظيم لنفسه علما بأن كل الأعمال لله عز وجل.
فيقول إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وتجد الصائم الذي حافظ على حدود الله، حافظ على سمعه وعلى بصره وحافظ على كل أركان حياته، تجده عند الإفطار له فرحة، له فرحة، فيهيم طربا وسرورا نشوانا قائلا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويخص الله وإن كان الصيام صحة نفسية وصحة جسدية وصحة إيمانية، لأن الصيام عمرة صحيح ربانية تؤهل الإنسان لأن ينهض بمهام استخلافه، فيعان عليها بالصيام وبالقرآن. ولذلك لم يكن الصيام حرمانا ولا تعذيبا للجسد، وإنما كان تقوية للصلة بالله ليواجه الإنسان مهام الاستخلاف بمعية الله، فإن واجهها بمعية الله أصبح العسير يسيرا وأصبح الصعب ذليلا وفرج الله الكرب ومكن للصائم القائم التالي لكتاب الله في الأرض. صحيح. ولذلك كانت كل الانتصارات في رمضان بداية من هذا الشهر الذي يعد الشخصية المسلمة السوية إعدادا يؤهلها لأهم ما تكلف به من أعمال جليلة أو صغيرة. ولذلك سمى الله يوم بدر مع الفارق بين الإعداد مع المسلمين والإعداد مع الكافرين، مع الفارق بين العدة والعدد، مع الفارق بين الإمكانات. كان الاختبار شديدا لأنهم تحلوا بتقوى الله عز وجل، فواجهوا أعداءهم بمعية الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. معهم عدد، معهم عدة، عندهم إمكانيات، معهم أسلحة فتاكة، عندهم تقنية حديثة آخر ما وصل إليه العلم، لكن ليس معهم الرب. واعلموا أن الله مع المتقين. والتقوى هذه هي سر الصيام، وهي تعني ترجمة الإسلام كله، إيماء إسلاما وإيمانا وإحسانا وخلقا وسلوكا وطاعة. الخلق والسلوك دي فضلتك على سؤالي، أحب الأعمال في هذا الشهر الكريم بجانب الصيام طبعا؟ أحب الأعمال كما علمنا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أحب الأعمال أن ندخل بسمة على يائس، أن نيسر أمرا لبائس، أن نفرج كربة عن مكروب. فأفضل الأعمال طوال الشهر، طوال الشهر، ويستمد معنا هذا العطاء حتى نلقى رمضان القابل إن شاء الله على خير. فمهمة رمضان أن تأخذ فيه الشحنة الإيمانية التي تعيش على أنوائها وعلى أمدادها حتى تستقبل رمضان القابل وأنت مهيأ وأنت مؤهل لاستقبال الفيوضات الجديدة، فيتواصل بفضل الله إن شاء الله العطاء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأفضل الأعمال سرور تدخله على أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا
لم يرضى الله له سرورا سوى الجنة. فرمضان نفحة إلهية. أي نوع من السرور؟ أي نوع من السرور تفرج كربته ماديا، بابتسام معنويا، تقضي حاجته، تيسر أمره، تستر عورته، يعني تطعمه في يعني من جوعته. فقد جاء في الحديث ترغيبا في إطعام الصائمين وإفطارهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص الله أجر الصائم شيئا. فهذا عطاء من الله عز وجل. كذلك من أحب الأعمال هذا البرنامج الرمضاني الرباني النبوي الشريف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المشهور: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فتوحدونه وتستغفرونه، تكثرون من قول لا إله إلا الله تهليلا وتكبيرا وتسبيحا وتحميدا، لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن عذابي، وتستغفرونه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. وقد جاء في الحديث: إذا دعا العبد فقال: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار، إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، وقالت النار: اللهم أجره من النار. وهذه مهمة رمضان، أن اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أن يجعلك طورا آخر وإنسانا آخر، تشكيلة جديدة لبني البشر. صحيح. في جزئية مهمة جدا في هذا الشهر الفضيل فضلتك، وهي الموازنة بين العبادات المطلوبة في هذا الشهر والعمل. أولا الشغل، يعني رمضان رمضان جاء ليعيد للكون انسجامه، انسجامه مع الإنسان العاصي المتمرد على آيات الله في الكون، الذي لا يقوم بواجبه ولا يؤدي رسالته كما هو مطلوب منه. إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان مخلوق ليعبد ربه ويعمر كونه، جعلنا الله خلائف في الأرض واستعمرنا فيها. فالاستخلاف مهمة الإنسان في الأرض، هذه المهمة يزيدها الصيام عطاء، ويزيدها الصيام قوة، ويزيدها الصيام جودة وتطويرا. فلم يكن الصيام شهر كسل، بل قلت لسعادتكم إن أول تجربة شديدة عصيبة كانت في هذا الشهر وهم صائمون في وقت حر ووقت شدة. وسمى الله يومها يوم الفرقان إذا التقى الجمعان. هذا النصر عقبه نصر آخر، فتح مكة. دانت للمسلمين الثقيف وهوازن وفتحت. ولو مررت بالتاريخ الإسلامي الكريم تجد هناك علاقة وطيدة بين الصيام وبين الانتصار. فأكثر وأعظم وأكبر انتصارات المسلمين كانت في رمضان، مرورا يعني بداية من غزوة بدر وفتح مكة، مرورا بحطين يوم أن حطم جيش الإسلام هذه الأسطورة، كما حطم جيش الإسلام وجيش المصريين
أجمعين في العاشر من رمضان أسطورة الجيش الذي لا يقهر، حطين، عين جالوت، فتح الأندلس وآخرها وليس آخرة إن شاء الله العاشر من رمضان 73. هذه صناعة الصوم يا سيدي، يصنع الإنسان العامل للخامل، يصنع الإنسان المنتج. يعني إنني عندما أرى هذا العنوان الضخم مدينة الإنتاج الإعلامي، قلت أقول في نفسي يا ربنا ليت هذا الاسم يطابق مسماه وتكون مدينة إنتاج في تثقيف وتبصير العقول بأمر الدين وبأمر الدنيا، ولم تكن نتيجة إعلام مدينة إعلام يهبط بالناس إلى مستوى أدنى من البشرية، بل يرتقي بهم ويسمو ويبني العقلية المصرية التي علمت الدنيا وأثرت في الكون كله، والتاريخ القديم والحديث يشهد للعقلية المصرية كم أثرت في الحركة الإنسانية والعلمية والفكرية والثقافية في العالم كله. هذا البلد الذي اختاره الله عز وجل ليكون قبلة كالكعبة للدنيا، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، شوف يا سيدي، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذا البلد الذي تجلى الله فيه ببركاته وبأسراره في طور سيناء، وجعل الطور آية من آيات الله، قرآنا يتلى، وأنزل سورة تسمى بسورة الطور. صحيح. فبارك بهذا التجلي شعبها وجيشها ونيلها وكل من فيها. الحمد لله. مبارك. قلت يا ليت هذه المدينة تكون منتجة للعبقرية المصرية المتشردة، منتجة للإبداع الذي يسمو بالإنسانية ويرقى بها لأن ينزد. صحيح. منتجة للفكر السوي الذي يزيدنا إنتاجا. صح. ويزيدنا صناعة. وعلى سيرة الفكر فضلتك، فما نزلت آية الحديد إلا على أمة الحبيب. فالله الذي أنزل القرآن أنزل الحديد. لماذا نحتفل بشهر رمضان والدنيا كلها تفرح وحق لها أن تفرح؟ لأن شهر رمضان يعني تذكيرا بنعمة الله الأولى على الإنسانية، لأنه بارتقاء الفكر الإسلامي ارتقاء للدنيا، وبهبوط الفكر الإسلامي تدني وهبوط للدنيا. ولذلك في آخر سورة، في آخر الآية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شوف هدى للناس وسط الآية، هدى للناس، ولم يقل هدى للمسلمين، ولم يقل هدى للعرب. فبارتقاء العرب ترتقي البشرية، وبارتقاء الناس تسمو الإنسانية. صحيح. فالله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، يعني خلي بالك معايا حضرتك، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الذي أنزل الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب، إن الله عزيز حكيم. يتحقق علم الله في من هو جدير بالنصر، علما يبديه لا يبتديه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. طيب. إلا الله. لازم نقف دلوقتي لفاصل دقيقة ونعود نكمل حوارنا. فضلتك يا سيد. وعايزين نرجع نكمل على مجمع البحوث. حاضر. تقريبا مجمع البحوث الإسلامية، والنقطة احنا في ظروف فيها تشدد، فيها إرهاب،
فيها تطرف، فيها امور كتيره محتاجه شغل كتير جدا من المجمع. فانتظر يعني ننتظر بس دقائق مع الفاصل، مع الفاصل ونرجع نكمل الحوار. فاصل ونواصل حوار اليوم، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل حوار اليوم، لسه مستمرين بصحبة فضيلة الشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ومشرفنا يا فندم في حلقة النهاردة. وكنا نتحول للكلام على مجمع البحوث والتشدد اللي احنا بنعيشه والتطرف والإرهاب، وحضرتك كان ليك تجارب شخصية قبليها. عايزين نقف عند سورة الحديد تحديدا، لأن في مثل كده يعني لما جيت اتكلمت قبل الفاصل عن الانتاج الإعلامي والعمل الإعلامي، خطر في بالي العمل الدرامي كمان وتمثيل الأنبياء. الله أكبر، جزاكم الله خيرا وجعلكم الله منبر خير وبركة على الأمة جميعها، وهكذا يكون العمل موجها إلى الله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونحتفل ونصوم شكرا لله على هذه النعمة، أنزل الحديد. هذه الأمة التي أسسها الصيام والقرآن والقرآن والقيام والإحسان وانتصرت، لابد أن يكون لها قوة تردع أعدائها وتخوفهم وترهبهم، وأن يكون لها جيش يحميها. فبالله عليك، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأعدوا لم تنزل إلا على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم تقل لنا وأعدوا إنتاجا دراميا يهبط بالإنسانية أو إنتاجا فنيا يتدنى بهم ويؤخرهم ويفقرهم ويضعفهم ويجعلهم يعيشون في الحياة ك لا ملها، بل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإن لم يكن لنا كمصريين، وقد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم يا سيدي على جيشنا الباسل، وقال لسيدنا عمرو بن العاص إذا فتحتم مصر فأحسنوا إلى أهلها واتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم خير أجناد أهل الأرض، ولا تعب بمن يضعف من سند الحديث في هذه الأيام الغابرة التي مرت. صحيح صحيح، فقد كانوا يصححونه أولا، ولما جاء الحديث على غير مرادهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الحديث حسن بكل طرقه، هم عندهم ليهم ضروراتهم اللي بتبيح محضراتهم، كما قال علماء الحديث ولا نعبأ بغير أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل من فشل في مهمته وفي وظيفته وفي مهام استخلافه لجأ إلى الدعوة إلى الفتوى فضل وأضل، وكان نتيجة هذا اللجوء السيء ما تعانيه الأمة الآن المصرية. فخبرني بربك، إن لم يكن للشعب المصري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الأجناد وهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، لأنه لما سأل سيدنا أبو بكر ولما يا رسول الله يعني لما هم خير الأجناد، قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وما دام ذلك كذلك، ما دمنا في رباط لابد من مناوشات، لكن لا تقوى أي مناوشات على وجه الأرض بفضل الله عز وجل إلى لأن تهزم الجيش المصري ولا الأمة المصرية، أو تكسر شوكتها أو تتغلب عليها.
فالأمة المصرية بما منح الله من عطاء تؤثر في أعدائها ولا تتأثر هي بأعدائها، والتاريخ خير شاهد على ذلك. صحيح. فإن لم يكن لنا بارجة في اليم وقاذفة على الأرض وعابرة في السماء، فهل ننصر الله ورسوله وندفع عن البلاد عدوانا بهذا الضعف المهين؟ لا، الأمة بحاجة الآن، ونحن نبني مصرنا الجديدة المباركة، نبنيها على العلم وعلى الإنتاج النافع وعلى توجيه العقل نحو توحيد الصف للفرقة. مؤتمرات الفكر تفعيل هذه المؤتمرات وتنشيطها وتطويرها وتجويدها، تجويد آلياتها ووسائلها لتناسب الطفرة. أقامها المجمع، المؤتمرة دي أقامها المجمع، الحمد لله رب العالمين. أقمنا في القاهرة وبورسعيد والغربية، أقمنا أول مؤتمر بعنوان وعاظ الأزهر الشريف في مواجهة العنف والفكر التكفيري. وقد كان هذا المؤتمر كشفا لعوار الفكر التكفيري وتفنيد شبهه ووقف مده وتحصين المجتمع المصري من أثاره المدمرة، لأن التكفير يتبعه والعياذ بالله إفساد وتفجير. ليه كان القاهرة وبورسعيد والغربية تحديدا المحافظات دي؟ والله هو المفترض أن يعم الخير كل الأرجاء، ولكن ربما كان الترتيب يعني غير مقصود لذاته، ولكن على أمل إن شاء الله أن يعم الخير كل محافظات مصر وكل بلاد مصر وكل قرى مصر. وحاليا لنا قوافل دعوية من المجمع موجهة من مجمع البحوث الإسلامية، وقوافل مشتركة مع وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هذا الوزير الداعية المتمكن، يعني صاحب الغيرة على الإسلام وعلى وعلى الدعوة، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر وتوجيه وإشراف ومتابعة ومشاركة من فضيلة وكيله الأمين الأستاذ الدكتور عباس شومان. كل أسبوع لنا قوافل منتشرة في أرجاء مصر، في سيناء الجنوبية وسيناء الشمالية، في السويس، في الإسماعيلية، في بورسعيد باستمرار، في لسه كنا في أسوان، وكنا الجمعة الماضية في لوكسور، والجمعة الآتية إن شاء الله سنكون في قنا إن شاء الله، ونشارك إن شاء الله في صلح كبير في قنا، يعني بدأناه وإن شاء الله نجني ثماره عن قريب، كما نجني إن شاء الله يوم الاثنين ثمار الصلح في أسوان، الدابودية وبني الدابودية هلال. والهلايل وبني هلال يوم الاثنين وبني هلال، لأن المشيخة كانت مهتمة يعني اهتماما بالغا ببوابة مصر الجنوبية، أسوان، مهد الحضارة، حتى لا نخترق ونضرب منها. صحيح. ويضرب الشعب المصري في مقتل. صحيح. فكان من أول أن اندلعت الأحداث علماء الأزهر ودعاة الأزهر وعظ الأزهر في أسوان في قلب الحدث. أهدروا دمك بعد المؤتمرات دي شوف محمد، أهدروا دمك المطلقة على نفسها بيت المقدس دي؟ والله شوف أحلوا السيد، دمك وأهدروا دمك. نحن عندنا عقيدة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنزل ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن روح القدس يعني سيدنا جبريل نفث في روحي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها
وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فعقيدتنا الراسخة إن شاء الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا صحيح، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلنا على الله قياما برسالتنا ووفاء لدعوتنا، لا نخشى بفضل الله في الله لومة لائم. اتكلمت على المجمع، اتكلمت قبل كده على تطوير المجمع، هل هو محتاج لتطوير مجمع البحوث في، والله في كل في شيء الأدوات. كل شيء. أولا يا سيدي أحب أن أنوه إلى شيء، فضل. كل شيء في الدنيا يحتاج إلى تطوير دائم وتجديد مستمر. فتارة التطوير يعني إحياء موات، صحيح، والإسلام جاء إحياء للموات، أو من كان ميتا فأحيينا، صحيح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتارة يكون تحسينا للأداء، تحسينا للأداء، صحيح، وللآليات وللوسائل، ليتمشى مع حركة الكون المتطورة بصفة مستمرة، صحيح، يعني وبصفة المعايير دائمة اللي كانت غائبة عننا، المعايير أو الطبع العائلي القبل العائلي في أهالينا في الصعيد في أسوان، والأمور دي كانت غايبة عننا، دلوقتي الأزهر تدخل فيها ومجمع البحوث كان ليه دور كبير فيها. شوف يا سيدي دور الأزهر الشريف يتركز في أمرين اثنين لا ثالث لهما، ولذلك تجد الأزهر الشريف على مدى تاريخه المبارك مهموما بأمر الأمة، مهموما بأمرها، يعمل على 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 الارتقاء بالمصالح العليا ليس للمسلمين بل للإنسانية كلها. فالأزهر له رسالة، هذه الرسالة لها جانبان، رسالة دينية روحية وهي الحفاظ على هوية الأمة وعلى دينها وعلى ثوابتها وعلى أخلاقها وعلى ثقافتها وعلى فكرها، الحفاظ عليه، نشر صحيح الدين، الحفاظ على وعي الأمة أن يزيف وأن يزور، صحيح، صد الهجمات الموجهة إلى الدين ومتابعة الشأن الإسلامي وتفنيد شبه المعارضين والملحدين والزنادقة والعلمانيين والشيوعيين والتكفيريين بالذات، صحيح، التعاون المثمر والبناء مع كل عطاء إسلامي على مستوى الدنيا أو إنساني. المهمة الثانية للأزهر الشريف العمل على إعلاء المصالح العليا للوطن وللأمة العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والسعة والتنمية والرخاء، هذه مهمة الأزهر. فترى الأزهر لا يدخر وسعا في أي زمان ولا في أي مكان عن القيام برسالته ودوره وواجبه المنوط به نحو الإنسانية كلها وليس نحو المسلمين، صحيح، يشاركهم همومهم، يعمل على حل مشكلاتهم، يقضي حاجتهم، وهكذا كل علماء الأمة المنتشرون من الأزهريين من إخوان الأزهريين يشاركون المجتمع في أحداثه وفي عاداته وفي تقاليده وفي مناسباته الدينية والوطنية والاجتماعية. من الذي يصلح بين المتخاصمين؟ علماء الأزهر. من الذي يطفئ نار الحرب عندما تشتعل في أي بلد من البلاد؟ في مصر بالذات إنهم علماء الأزهر، إنهم الدعاة إلى الله عز وجل. من الذي عندما تحدث مشاجرة وتصل إلى محكمة الأسرة تحول إلى من محكمة الأسرة؟ مهام الصلح والتوفيق بين الزوجين،
وإبداء الرأي وكتابته ونسخه حتى يعرض على قضاة المحكمة ليتخذون من خلاله قرارا محكما منضبطا. إنهم يا سيدي علماء الأزهر ما تركوا الساحة أبدا، ولكن مرت فترات على الأزهر، أنتم شاهدتم وعلى علم بما حدث من تعمد لإضعاف رسالة الأزهر. صحيح صحيح. ومع هذا لم يتوقف الأزهر، يعني ما أثرت فيه هذه العوامل الخارجية، وإن كنا أصبنا كأي مؤسسة ببعض الـ يعني الـ 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 العطب أو الـ 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 التعطيل، لكن الأزهر لم يتوقف أداؤه، ولم يعني ينقص عطاؤه في استمرارية ودوام يعني لنشر صحيح الرسالة والعمل على حل مشكلات المسلمين ومشاركتهم في أفراحهم وفي أحزانهم على مدى الزمن كله وعلى اتساع المكان كله. طيب احنا لزمن علينا وقفة أخرى مع فاصل دقائق ونرجع نكمل مرحبا. كلامنا مع فضيلتك إن شاء الله. وهنركز في الفترة القادمة في الحوار على فوضى الفتاوى، خاصة أن احنا في الشهر الكريم. فلحظات مع الفاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم بعد الفاصل، لسه في حوار اليوم بصحبة فضيلة الشيخ محمد زكي رزق بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. فضلتك في الجزء المتبقي حابين نقصصه على الفتاوى في رمضان، وإن إحنا إلى حد كبير في هذا الشهر بنطلب فتاوى ومعرفة يعني علم صحيح الدين من كل أمور. مواجهة فوضى الفتاوى إزاي بتتم من جانب المجمع؟ والله يا سيدي إحنا فرحنا بهذا يعني القرار الجديد لضبط عمل الفتوى والدعوة إلى الله عز وجل، قرار السيد رئيس الجمهورية سيادة المستشار عدلي منصور، وكان يعني بتوصية من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي قدم يعني التصور المقترح ليضبط حركة العمل الدعوي ويضبط العمل بلجان الفتوى المخول لها والمنوط بها والمكلفة بإسداء الرأي للجماهير، يعني تبيانا لما يطلبون ويبحثون ويسألون عنه. فلا بد أن يكون لكل عمل ضابط يحكمه ويرسم يعني حدوده ووسائله المعايير ايه المعايير ومعاييره وآلياته. المعايير، فعندنا الأزهر الجهة الوحيدة المنوط به الدعوة والإفتاء، الأزهر الشريف، مؤسسة الأوقاف، وزارة الأوقاف، دار الإفتاء المصرية، والآن في تجريم بالغرامة وتجريم بالحبس لمن ينتحل هذه الصفة. وقد طلبنا يعني لو طالعت معليكم يعني صفحات الجرائد من قديم، لماذا يعني تأخرت حتى لما خرج القرار قلنا جاء متأخرا، لأننا طلبنا به من زمن القديم لتتزن الأمور وتنضبط حركة الدعوة والفتوى. فجاء القرار يعني في حينه حتى يهيأ لأصحاب الذكر أن ينهضوا برسالتهم وبدعوتهم، لا يخالطهم أحد فيشوش عليهم عطاءهم ويفتي بغير علم فيضل، ويضل في نفسه ويضل غيره والعياذ بالله كعلماء السوء والفتوى الشاذة وأصحاب الفتاوى الشاذة من علماء السوء. من رآهم صلى الله عليه وسلم
ليلة معراجه تقرض ألسنتهم والعياذ بالله بمقاريض من حديد بمقصات كبيرة من حديد. فقال: من هؤلاء؟ فسمع صلى الله عليه وسلم: هم خطباء الفتنة الذين أفتوا باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم وتحريق وتخريب منشآتهم ومؤسساتهم والعدوان على إخواننا أهل الذمة والعدوان على ضيوف مصر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أفتوا باستحلال الدماء أيا كانت هذه الدماء، لأنها في نظر المستأجرين الموجهين والممولين من لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بوطن استباحوا كل شيء، علماء السوء، فلا بد أن يضبط الأمر. وكانت نتيجة استباحتهم هذه الأثار المدمرة والتي لا زلنا نعاني من أثارها الفجيعة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمثال هؤلاء، بل يقول للبشرية كلها في كل زمان ومكان: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ربما تعلق يعني حضرتكم وتقول: ولماذا المسلم؟ صحيح. مع أن القرآن الكريم يقول: من النفس. أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير بالزبط. نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. نقول لك يا سيدي، هذا المسلم مع المسلم، أما المسلم مع غير المسلم فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني تحذيرا بجانب قتله فقط، بل أن ننتقصه شيئا من حقه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا إنسان بيننا وبينه عهد كالسائحين الذين يأتون بلادنا ليتعرفوا على حضارتنا وعلى تاريخنا وعلى ثقافتنا وعلى كرم الشعب المصري، صحيح، فنستقبلهم بالقتل. ويقول: ألا من قتل معاهدا الذي منح عهد الأمان عن طريق سفارتنا في أي بلدة من البلدان، اللي هو السائح، اللي جاي السائح، نعم، اللي معه تأشير الدخول، ألا من قتل معاهدا أو انتقصه حقه لم يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفة أو من مسيرة 40 سنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أفراد الأمة، كل من وطئت قدماه أرض الإسلام وأرض العروبة فهو مواطن، صحيح، عربي له ما لنا وعليه ما علينا، كما علمنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي، شوف يا سيدي من أمته، يضرب برها، الرجل البر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاجرها، من الذي قال لك اقتل الفاجر لعله يتوب وتحسن توبته ويكون عند الله وليا؟ يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وأولى الناس بأن نحفظ عهدهم ونكون بارين بهم أوفياء بهم من سماهم القرآن الكريم أهل الذمة، من لهم ذمة في ضمائرنا وفي وجداننا وفي قلوبنا، أهل الكتاب، صحيح، من نزلت عليهم رسالة من اليهود والنصارى القاطنين معنا الساكنين المجاورين
لهم ما لنا وعليهم ما علينا. طيب أنا عايز أروح للدعاء والوعاظ، المجمع بيشارك إزاي في اختيارهم وتهيئهم، تهيئ الدعاء والوعاظ للأمور اللي في مصر الحديثة حاليا؟ يعني حدثت هيكلة لمجمع البحوث كله، لأن مجمع البحوث هو المعني بتفعيل رسالة الأزهر. تمام. وهو الترجمة الصادقة لرسالة الأزهر، دعوة في الداخل ودعوة في الخارج. فهو الذي يرسل البعوث الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها لنشر صحيح الدين الإسلامي، صحيح، والزود عن الفكر الإسلامي أو الإنساني، وتخليصه مما علق به من الشوائب والأكدار، وتصحيح مساره، وتأهيل الدعاة إلى الله عز وجل المحليين والمبعوثين أو المفردين إلى الخارج تأهيلا يناسب رسالتهم ويناسب دعوتهم ويناسب القيام بواجبهم. فكل مرحلة لها تأهيل ولها تفعيل ولها عطاء. فحاليا والحمد لله عنوان هذه المرحلة بقى في التأهيل، نعم، ما هو حاليا يعني يعمل للسادة دعاة الأزهر سواء كانوا في الأوقاف أو كانوا وعاظا في الأزهر الشريف، يعني دورات تثقيفية تبصيرية فقهية علمية فكرية عقدية، يعني واسعة دقيقة متخصصة، يعني دراسة مستفيضة على يد الكبار من العلماء الربانيين علماء الأزهر الثقات. طيب قبل خاصة أساتذة جامعة الأزهر الشريف، يعني كل في مجاله وكل حسب اختصاصه. الوقت هيجري بينا فضلتك، عايز قبل ما نختم حوارنا نسمع كلمة من فضلتك للشباب. أولا أوجه رسالة لكل مؤسسات الدولة بداية بالرئاسة أن يساندوا الأزهر الشريف للقيام بمسؤولياته والنهوض بدعوته. أوجه رسالة لكل الجهات المعنية ثقافية كانت أو إعلامية أو علمية أن تهتم بالشباب المصري وأن تحصنه وتعمل على تنمية وعيه وتثقيف فكره والحفاظ على وعيه من التزييف من خلال المراكز الشبابية والثقافية والإعلامية وعقد لقاءات شبابية بكبار الدعاء إلى الله عز وجل ليبصرونهم ويرشدونهم ويوجهونهم، وتعمل الدولة كل حسب موقعه وحسب اختصاصه على حل مشكلاتهم. فما دامت هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لابد أن نعمل على تنمية هؤلاء وتوفير فرص العمل لهم والاعتناء بشأنهم. وأناشد الشعب المصري الكريم الوفي الذي قال الله في شأنه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وما قالها الله عز وجل إلا لمكة المباركة وبيته الحرام: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال العلماء: والمراد بدخول مصر العيش في ربوعها وفي كنف أهلها الطيبين الصالحين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. صحيح. أن يتضافروا ويتكافلوا ويتآخوا ويتعاونوا ويوفروا فرصا لهذا الشباب مستغلين قدراته وقوته وفكره الإبداعي الكريم في بناء مصرنا الحديثة. صحيح.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أنا بعض. أنا عايز دعاء آخرنا بقى في آخر لقاء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دعاء جميل للمسلمين جميعا في بداية الشهر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهم. هذا المجتمع مرشح لرحمة الله، أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان بنفحاته وبركاته وفيوضاته وعطائه وأسراره. اللهم اجعله لنا رحمة ومغفرة وعتقا من النار وبناء لمصرنا الغالية رب العرش الكريم، بناء يناسب قدرك فيها ويناسب عطاءك لها يا رب العرش الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها كما أردتها، رائدة وقائدة، ملاذا للخائفين وأمانا للطالبين والقاصدين. فقلت وقولك الحق، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كما نسألك اللهم ربنا أن تأخذ بناصية رئيسنا وقائدنا الملهم إلى الخير، وأن تعينه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وترزقه بطانة خير لتعينه على أمر دينه وأمر دنياه، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من كل سوء ومن كل مكروه. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك فيكم، وجعل عطاءكم هذا في صحيفة حسناتكم. الله يخليك، الله يبارك فيك. فضلت الشيخ محمد زكي رزق بداري، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نورتنا يا فندم. كل عام وحضرتك بألف خير، وشكرا جزيلا. جزاكم الله عنا خيرا، ولا قطع الله لكم عهده. وشكرا لحضراتكم ومتابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حوار آخر.